السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم اخوكم مهد من فاشل جيم، رجعنا لكم في تكبر التقتيل لعبة دراجون بول انفينيتي وور. طبعا في الحلقة هذه راح نقاتل ماجن بو وشله وكذا يعني. المهم الحلقة اللي راحت وجهنا في جيتو وغوهان، لا دابورا وملك الشياطين وفيد ولوتوتن وتسابقنا جوتن كذا. المهم وصلنا في جيتو، خلصنا منه وكذا. المرحلة اللي بعدها نواجه ماجن بو. قبل كل شيء يا عيال، انا بروح اطور الكينج داما واشياء الباقيه اللي عند جوكو سان جوكو. طبعا الحلقه اللي راح نجمع الفلوس زي ما انتم شايفين. خلاص احنا كذا، خلاص كينج داما جبناه كامل. خلاص طور بشكل كبير. خلاص سون جوكو طورنا جوهان. خلصنا اتوقع. مشوارنا الجاي نفتح السكيل الرابع والمكان الرابع عشان نقدر نحط اشياء ثانية. اوكي الحين ندخل في الشيء الاكشن. يلا حب نواجه ماجن بو ضد سون جوكو. نوريكم اللعب الصح. أيوكم لا بلا هل لازم تحضر الكينج داما؟ نعطيني مجال. يلا يلا يس ضبطت.
شو معك معطلة روح سلم لي عليك حبيبي Super Saiyan 3! ضبط معي لا يا اخي الله قهر ما لعبت معها زين مشكلة مرة ثانية نسيت اني اخذ سينزل مع انها معي عليك يا هو السوبر سايجن 3 ربيته حبيبي
اوكي يلا يلا. اوكي خلصنا اخي الحمد لله. الحين نواجه شهير ضد جوهان. طبعا جوهان هنا سلم لي عليك روح. كويس يلا اللي بعده اتذكر هذه اللعبة يوم كنت العبها كانت جدا بالنسبة لي كانت صعبة ان صعوبتها كانت مش معقول كواحد يعني ما كان يعرف الحركات والاشياء ذي فالحين صار خلاص لما نعرف نلعبها الحمد لله يعني الحين بنواجه حين من بوهان ضد فيجيتا حبيب الملايين اللي يعتبر اقوى من جوجيتا طبعا جوجيتا بالاصل فيلر يلا يا حلو من اولها كذا مو مشكلة مشكلة
زوس ارفع فوجيتا. هذه المرحلة من أسوأ المراحل اللي كنت ألعبها زمان، كانت من شدة صعوبتها يعني. أوكي، فبنحط الخانة الرابعة عشان نحتاجها، بس لازم نشتري حاجة. أوكي. هذه أول خانة. بس المشكلة نشوف شيء يستاهل. يلا نروح نكمل. やつだよお前は。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才である弾の俺がお前にかなわない。あいつは勝つために戦うんじゃない。絶対に負けないために戦う。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。頭に来るぜ。戦いが大好きだ。優しいサイヤ人なんてよ。 اوكي الله يعيننا الله يعيننا معه. لا لعب فيني لعب
Good Johnny! Hey! سلم لي عليك. يلا جرب جرب يا عمي ايش هاللعب ذا؟ ايش الجيم الخايس؟ يلا 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 مشينا مرة ثانية يلا. ابغى اسوي واحد سنجس ما خلاني ما اعطاني مجال ما اعطاني مجال يا عمي ما راح تسويها Shut up!
روح. روح يا حبيبي. たまには地球の奴らにも責任を取らせろ. みんなの力が必要なんだ.空に手を挙げてくれ. المفروض كذا خذنا اللعبة لكن كيف قلتم لسه باقي في الأركات الفلارية لسه ما خلصنا مشوارنا طويل في هاللعبة. الحين وصلنا لي جي تي اللي هو الفلر كل أبو فلر. زي ما انتم شايفين هذا الله لا يحدني لك يا شيخ ولا ما دونيهم شخصيات جي تي كلها أبو كلب. المهم خلاص وصلنا لنهاية الحلقة يعني زيادة يعني الحلقة الجاية بنخلص الأركاد الخايسة اللي بعدها. وغير كذا لا تنسوا الشباب لايك والاشتراك وراح نكمل السيشن إن شاء الله. بس السلام عليكم.